بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. لقد كانت لأمنا السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها رواية للحديث طيبة مباركة، وتضمنت مرويتها أبواب كتير جدا، أو دخلت في أبواب كثيرة جدا في الأحكام وغيرها، ومن ذلك ما روته مثلا في صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم. قالت السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ يقطع قراءته آية آية. هنشرح ما تقول أمنا السيدة سلمة. فبتقول هو أنه بيقطع قراءته آية آية، وبعدين ضربت مثل بسورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف: الحمد لله رب العالمين، يقف: الرحمن الرحيم، إلى نهاية السورة الكريمة. فوصفت لنا ستنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها هيئة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم. فقد كان صلى الله عليه وسلم أفصح العرب لهجة، وأتمهم صلى الله عليه وسلم بلاغة وبيانا. وفي قراءة القرآن الكريم كان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيقف على الآية آية آية، أولا عشان يبين النبي عليه الصلاة والسلام ويعلم الأمة للي هيجي، لمن يأتوا وراءهم بعد ذلك، أو لمن وراء النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، رؤوس الآيات القرآنية، وفي نفس الوقت ومعانيها، لأنه بيقف عند تمام المعنى صلى الله عليه وسلم. فبيعلم الأمة كيف تكون قراءة القرآن الكريم، كيف تكون التلاوة، وكيف يكون الوقوف المعتبر عند رؤوس الآيات المباركات.
الحديث ده بتبين لنا ستنا أم المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها، زي ما قلنا تلاوة النبي عليه الصلاة والسلام وقراءة النبي عليه الصلاة والسلام لآيات الفاتحة. هي بتدي نموذج بآيات الفاتحة كنموذج من قراءته للقرآن الكريم عموما صلى الله عليه وسلم، وهو إنه من سنته في التلاوة الوقوف على رؤوس الآي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي برضو رواية تانية. ولما بنقول عن أمنا سيدة أم سلمة هي التي تروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هي بتنقل حديث النبي اللي هي كانت في قمة التركيز والاستعداد التام الكامل لتحصيل وتلقي أنوار الوحي الشريف سواء القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة، ثم تقوم بعد ذلك برواية هذا العلم لطلابها من أهل العلم وللسائلين عن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وللمتعلمين الطالبين لسننه صلى الله عليه وسلم. تقول أم المؤمنين سيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرتم الميت أو المريض، لما تروح تحضر عند ميت أو مريض فقولوا خيرا، إذا حضرتم الميت أو المريض فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. يعني لما نبقى بجوار ميت أو مريض لابد أن نقول الخير، إن إحنا مثلا بندعو بالشفاء للمريض العيان ده وبندعو بالرحمة للمتوفى، ما نتكلمش كلام بقى الدنيا، ما نقعدش نقول ده كان بيعمل وده كان بيسوي، أو لما أزور المريض لا أنتقي الكلمات اللي أقولها، المفروض إنه تبقى كلماتنا بجانب المريض كلها دعاء له بالشفاء والعافية. والحديث ده فيه عجيبة، إن المتوفى بجانبه الملائكة والمريض الذي لم يشفى بعد بجانبه الملائكة، فاللي بيقعد جنب مريض قاعد في حضور خاص في الملائكة اللي هم بيبقوا مع كل واحد منا الحفظة، لكن في حضور خاص للملائكة الكرام بجانب هذا المريض، فيبقى نؤمن نقول الدعوات الطيبات فتؤمن الملائكة على ما نقول. قالت أمنا السيدة سلمة فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات. طبعا أبو سلمة اللي كان زوجها قبل أن تتزوج من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهي بتحكي إنه لما زوجها توفي أتت رسول الله فقالت له إن أبا سلمة قد مات، فعلمها النبي عليه الصلاة والسلام أن تقول هذا الدعاء، فقال لها قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. قالت فقلت فأعقبني الله عز وجل من هو خير لي من محمدا صلى الله عليه وسلم. من مرويات سيدة أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنها قولها، وهي بتوصف من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وتحفظ عنه سننه عشان تحملها لطلبة العلم سواء اللي كانوا موجودين مزامنين لها في زمن النبوة الشريف أو بعد انتقال النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كانوا من طبقة الصحابة أو من التابعين. تقول السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها ما خرج الرسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه إلى السماء، رفع عينيه للسماء وقال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. الحديث ده اللي بترويه أو بتقول لنا فيه ستنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، إنه ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع طرفه، يعني رفع طرفه ببصره، رفع عينيه كده إلى السماء
والمعنى إن النبي عليه الصلاة والسلام إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بصورة دائمة إذا خرج من البيت دعا الله وقال: اللهم إني أعوذ بك، أعوذ بك يعني ألجأ إليك، أحتمي بك، أستجير بك من إني أضل أو أضل. طبعا النبي بيعلم الأمة، هو المعصوم صلى الله عليه وسلم أن يضل أو أن يضل، لكن هو بيعلم الأمة، فهو بيعلمنا هذه الكلمات لنتعلم ذلك، وبترويها زوجته السيدة أم سلمة ثم تعلمها بعد ذلك رضي الله تعالى عنه، هو علمها للمسلمين من خلال سننه الطيبات. فسأل الله ليعلم الأمة ألا يضل أو يضل، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، فهو المعصوم إنما هو يعلم الأمة، والمعنى إنه بأن يقع السائل أو الداعي في الضلال إنه يضل بنفسه أو يقع في ضلال، أو إنه يكون سبب في إنه يضل غيره. وسأل الله أو أزل أو أزل، الزلل هو إنك تغلط فتقع في المعاصي، ترتكب المعاصي، تزل رجلك فترتكب المحظور، ما انتش في ثبات وسكينة أهل الإيمان ساعتها تقع. فالنبي بيعلمنا هذا المعنى الكريم، والمعنى إنه أجرني، احميني يا رب من إن أنا أقع في الذنب أو المعصية، بسواء يعني أنا قصدت ذلك أو لم أقصد ذلك، يعني سواء بقصد مني أو بغير قصد مني. ثم سأل الله أو أظلم أو أظلم، يعني استجار بالله وقال أعوذ بك أن أظلم أحد، إني أكون سبب في إني أظلم إنسان من أو أظلم حد من خلقك في أي أمر من الأمور، أو إنه يظلمني أحد، يعني لا أوقع الظلم على غيري ولا يتمكن غيري من إيقاع الظلم علي. وده لأنه سوء عاقبة الظلم عظيمة. أو أجهل أو يجهل علي، يعني أعوذ بك، أحتمي بك، ألجأ إليك، أستجير بك من إن أنا أفعل فعل الجاهلين، أعوذ بك من أن أفعل فعل الجاهلين، يعني من سوء الخلق أو إيذاء الناس، أو إن حد يعمل فيا كده، أو أن يفعل أحد بي هذا الفعل، إنه يؤذيني حد أو يضر بي. وربما قد يحتمل المعنى برضو إنه أعوذ بك أن أجهل شيئا من الأمور ولا أعلمها، أو لا يعلمني إياها أحد، أو يعلمني إياها أحد، أيا ما كان، يعني المعاني اللفظة تحتمل كل هذه المعاني. والحقيقة إنه مثل هذه الأدعية، اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو دل، من كل ما في إطار هذه الأنواع من الأدعية المباركة، هي في حق النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا وبنأكد من باب التعليم لأمته صلى الله عليه وسلم، لأنه حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام معصوم مما يستعيذ يعني منه فيها. هذا الحديث اللي رويته ستنا أم سلمة فيه الحث على الدعاء، وفيه التزام الإنسان المؤمن بالدعاء على كل حال. شوف أنت ممكن بتبقى خارج ونازل من بيتك كم مرة، وكم مرة أنت بتتذكر تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. الحديث ده اللي رويته أم سلمة رضي الله تعالى عنها عشان تعلم الأمة وتحث الأمة على التوجه إلى الله تعالى دوما، وتحث الأمة على إنه الإنسان يصدق في دعائه، لأن الدعاء الصادق من القلب الخاشع بيمثل درجة عالية جدا من حسن التوكل على الله تعالى وجميل الالتجاء إليه، وإقرار العبد بقدرة المولى سبحانه وتعالى، وإذعان العبد وإقراره وتأكيده على إنه أن الله سبحانه وتعالى هو النافع الضار جل جلال الله. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم الدعاء لله في كل أحواله، ومن هذه الأحوال لما كان النبي يخرج من بيته صلى الله عليه وسلم يرفع بطرفه إلى السماء بعينيه ثم يدعو بهذا الدعاء المبارك. أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن روينا لنا الخير العميم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومنكر ميراث النبوة هو مكذب برسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه تسليما
كثيرة، فنستعيذ بالله من هؤلاء. وإحنا في هذه الحلقات بنحاول مع حضراتكم يعني نبحر كده في السيرة عشان نشوف مدى حفظ المولى سبحانه وتعالى لسنة نبيه ومصطفى صلى الله عليه وسلم، وزي مدرسة النبوة أنتجت باقة عظيمة من المدارس العلمية من بيت النبوة، وفي مدرسة النبوة تخرجت فكانت أمهات المؤمنين، وكان الصحابة الكرام رجالا ونساء هناك طلبة يتلقون الحديث النبوي الشريف ويعلمونه، وهناك زوجات النبي الفضليات يعلمنا هذا الحديث الشريف. وحنشوف تلامذة ستنا أم سلمة في الحلقة المقبلة، لنرى إن أمهات المؤمنين كنا مدارس يعني علمية كبيرة في ميراث النبوة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمين.